السلام عليكم. كما راه يقول خويا صهيب هنا في التعليق، بركة ما تغلط في الناس، انا نخدم في البريفي يدو 3 ملايين ونص هكا. وانا واش قلت؟ قلت الخاصه تبدا من 5 ملايين حتى 7 ملايين. هو عنده الحق وانا عندي الحق. كيفاش؟ انا الخاصه اللي هدرت عليها تاع الكونترا جديده، كاينه كونترا جديده في بعض الشركات، لابي طلعت شويه بارابور على الخاصه القديمه هكا. هو راه يزيد ياكد لكم باللي كاين شركات ما زالت فيها الكونترا القديمه، الناس راهي تخلص 3 ملايين ونص. بارك الله فيك خويا صهيب هكا، الله يحفظك خويا. وهذا واش يدل؟ هذا يدل على فيديو انا هدرت فيه من قبل بلي عمال الشركات تاع الصحراء كاين اللي يخلص 28، كاين اللي يخلص 3 ملايين 3 ملايين ونص، والناس ما امنونيش. قال لك راك تبعد في العين، وقال لك عمال الصحراء كامل يخلصوا من 10 ملايين وطلع. هاو الدليل هنا قدامكم، هو راه يصارح فيكم وعطاكم المعلومه الصحيحه هكا خويا. وانا يا ما رانيش غلط في الناس، انا نحاول نعطي لك المعلومه الصحيحه قدر الامكان. كانت عندي معلومه فيما يخص الكونترا الجديده بارطاجيتها معكم، دروك كنت عطيتني معلومه فيما يخص الكونترا القديمه لبعض الشركات بارطاجيتها معكم كذلك هكا خويا. بارك الله فيك، وان شاء الله ربي يبارك لك، وان شاء الله ربي يرزقك احسن واحسن ان شاء الله. السلام عليكم.